الآن نبغى نسوي حادث الضغط، خلينا نشيل هذا السطر. طيب احنا قلنا انه الايفنت او الحدث هو عبارة عن اساسا كلاس، طيب عبارة عن كلاس او ونقدر نخرج منه كائنات. يعني قلنا اول كلاس، الان ابغى ازر هذا الشو لما نضغط عليه يظهر لنا الرسالة اللي موجودة بداخل النص اللي هو يمثل الاوبجكت فايل. خلينا نسميه مثلا show action implements. شوف احنا قلنا implements on click listener. الان حيطلب مننا ايش؟ الامبورت. طيب طلب الامبورت، جاب لنا اياه، شوفوا موجود هنا، نعرف مساره. ثاني شيء احنا نعرف ان الانترفيس يكون فيها دوال لازم نطبقها، وهذا الكلام انا ذكرته في جافا او في دورات جافا السابقه. فشوف لاحظ اد ان امبلمنتد ميثودز، اضغط عليه. لازم انت في حدث الضغط لما تجي تسوي وراثه او تسوي امبلمنتس لاون كليك لسنر لازم تكون الداله اون كليك موجوده بالشكل هذا. طبعا تقدر تغير الاسم هنا هذا، لان هذا متغير للباراميتر. عموما الان هذا الكلاس يمثل حدث ضغط، جميل، ولما يضغط حيتنفذ هذا الكلام اللي موجود بداخل الدال. خلينا نشيل الكومنت. هذه قاعدة عامة، الليسنر، كلمة ليسنر يعني انه يظل الحدث زي ما تقول منصت، كأننا نقول منصت ينتظر وقوع حدث الضغط على شيء معين، على شيء معين، جميل، لسه ما حددنا احنا فقط. فبمجرد ما يقع حدث الضغط يروح منفذ الدالة اللي موجودة هنا. طيب الآن أنا ما أبغى أكتب شيء هنا، هذا الكلاس يمثل. طيب أنا أبغى لما يضغط على الزر هذا نيجي للشو، لاحظ نيجي نقول أول حاجة ننشئ أوبجكت من هذا الكلاس اللي اسمه شو أكشن. أنا حوريك الخطوات وخطوات الاختصار. إحنا نقول شو أكشن نسميه أكشن equal new شو أكشن. الآن أنت تقول له أنشئ لي حدث ضغط جديد، حدث، لأنه إحنا عندنا حدث الضغط هذا هو، لأنه قاعد يسوي implement لأون كليك لسنر، جميل. طيب الآن أنت تقول له show اللي هو الزر dot sit on، لاحظ عند لاحظ الحدث ده sit on click listener. هنا يقول لك أرسل لي الحدث اللي تبغاه يتنفذ. إحنا الحدث عندنا إيش هو؟ action اللي هو يمثل الأون كليك لسنر. فنقول action، أنت بالشكل هذا قلت له وقت وقوع حدث الضغط على الزر نفذ الأكشن اللي اسمه أكشن هذا، أو نفذ الحدث اللي اسمه أكشن. وأكشن إيش هو؟ أوبجكت نوعه شو أكشن. شو أكشن هنا هذا هو كلاس. فصار كل حدث يقع هو عبارة عن كلاس أساسا، هنا كلاس والكلاس هذا تنشئ منه أنت كائنات. تقدر كمان تحط الحدث ذا تنشئ منه كائن جديد وتحطه لأداة ثانية، يعني زر ثاني، يعني ممكن لو كان عندنا زر ثاني ممكن ننفذ له نفس الحدث. فهذه القاعدة ببساطة. طيب احنا مو الآن انا حوريك قاعدة تختصر بها. احنا عندنا الآن ممكن نسوي anonymous object. كيف؟ احنا مو انشأنا object هنا، نلغي هذا الكلام كله، نلغي هذا الكلام، حنبدأ نسوي عملية اختصار. شيل هذا الكلام والصقه هنا. فانت بالشكل هذا ايش سويت؟ انت بالشكل هذا بدل ما تنشئ اوبجكت اسمه اكشن انشأت الاوبجكت هنا اثناء الاستدعاء، اثناء الاستدعاء، فهذا صار اوبجكت بدون اسم. فهذه طريقة مختصرة فقط، طريقة مختصرة، طريقة مختصرة.